السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من القسم واحد الشغل والطاقة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعار المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق والنجاح في إيدك. جيب ورقة وقلم عشان تتابع معي الحل وتحل خطوة بخطوة، وجيب الورقة اللي كاتب فيها معادلات الخاصة بالوحدة 9. يحمل راكب طائرة حقيبة سفر وزنها إلى أعلى السلم، وتبلغ الإزاحة الرأسية 4.20 رأسيا و 4.60 متر أفقيا. ما مقدار الشغل الذي بذله الراكب على حقيبة السفر؟ في الحركة الرأسية، يعني عندما بدك تنقل شيء من أسفل إلى الأعلى، ما له علاقة الطريق، له علاقة الارتفاع الرأسي فقط. هذه فكرة نظري لازم تضل متذكرة. أثناء الصعود يبذل قوة تعادل وزن الحقيبة في اتجاه الإزاحة، W الشغل ويساوي F القوة في D الإزاحة في كوساين سيتا، سيتا الزاوية بين F و D. هذه هي F، الإزاحة هذه هي الإزاحة، كوساين سيتا سيتا صفر لأنه الإزاحة والقوة المبذولة في اتجاه واحد، هي القوة المبذولة وهي الإزاحة، الزاوية بينهما صفر. إذن هذا الطلب A. نجي للطلب B. حمل الراكب حقيبة السفر نفسها مرة أخرى ونزل بها السلالم نفسها، ما مقدار الشغل الذي بذله الراكب على حقيبة السفر لحملها إلى أسفل السلم؟ أثناء النزول قوة الجاذبية هي اللي بدها تقوم بالشغل. إذن هي قوة، هي وزن الحقيبة ضرب الإزاحة ضرب الزاوية ما بين الإزاحة والإزاحة والقوة، يعني 180، لأنه هذه اللي بدها تقوم بالشغل أثناء النزول، هذه اللي بدها تقوم بالشغل، بيطلع بهذا الشكل. وفي أمان الله، لا تنسونا من الدعاء.